قلنا يا احبابي ان شاء الله ربنا بيتكلم عن حظ القران العظيم، بيقول اقرأوا ما تيسر منه. النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. يعني القران ده ليه الشفاعه يوم القيامه؟ لان كلام ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بصاحب القران يوم القيامه فيقال له اقرا وارتقي ورتل كما كنت ايه مرتل في الدنيا فان منزلك عند اخر ايه تقراها. يعني انت اول ما تقرا الايات ربنا بيرفعك درجه عاليه قوي. طيب عايزين نشغل وقتنا دايما بالحاجه اللي فينا. طيب من الحاجات الجميله جدا ان نناقش دلوقتي بذكر ربنا والقران، وطبعا عرفنا ان القران ده جميل جدا يا احبابي، وان يكون سبب في شفاعتك يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. يعني ايه شفيعا لاصحابه؟ يعني يدافع عنك من عذاب ربنا يوم القيامه. كمان انت بتقرا القران ربنا بيديلك الثواب العظيم يوم القيامه، تكون فرحان جدا. ليه؟ لان انت شغلت وقتك بالحاجه الايه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. اتكلمنا عن قدوم المرضعات وبركه النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى مرضعه نبينا؟ مرضعه نبينا اسمها ايه؟ السيدة حليمة. دي كانت اللي هي ايه؟ بنقول السيدة حليمة ايه؟ السعدية، عشان هي كانت في بني سعد. طيب اخذنا اداب زيارة الاقارب واتكلمنا عن اداب زيارة الاقارب. نقول واحد كل واحدة تقول واحد من اداب زيارة الاقارب. قولي ادب من اداب الزيارة. الاستئذان قبل الزيارة. I want to welcome gentlemen, ladies, okay? Now we are going to make conversation between the seller and the customer. The customer comes here in my shop, okay, to buy something. She needs something to buy. And I am the seller. I am the seller, okay? The owner of this shop, okay? Who wants to sell something to this customer. Okay? Welcome! How can I help you? Have you got a good t-shirt? Sure! What size do you need? Well, I have the t-shirt for you. Oh, that's the third one! What color is it? I need yellow. How many ones do you need? I need three ones. With pleasure! Anything else? No, thanks. No, thanks. How much? 3,000 only. Oh, too much. Can you make it less? Sorry, I have